مرحبا بكم الناس الكل في الطاوله الثالثه من طاوله رمضان اليوم باش نعملوا برشا وصفات جديده واجواء جديده وكل عاده وتكيت جديده هيا أيوة بوني باش نعمل اول حاجه لهنا الرافيولي لالا امل بنتي مشينا المكازا رات الرافيولي قالت لي ما نحبوا في الكونتين قلت لها في الدار مشريش حاضر هيا أيوة فرحت خديت لهنا كيس فرينا عليه رشه ملح ونلمو بالعظم هو في الحقيقه وفي العاده في الاصل معناها يعملوه باصفر العظم وانا قلت له واش عندي باش نعمل بيها بيض العظم ما عندي من بيها برا عملها كاملة بالعظم كامل ولو انه فما وصفات يعملوا عظم كامل اما اصلها اصلها تجيب اصفر العظم وحطيت عليها الحبق عندي حبق في الكونجيلاتور نشري حكة ويتحط في الكونجيلاتور والا حط بالاعشاب اللي عندك سيبوليت، استخاغون كليل زعتر اللي عندك تحب تحط ولم يتبك العظمة الأولى هذيك ما كفيتش زدت العظمة الثانية أو كانت تركض العظمة على جنب وقعدت بشوية بشوية المهم العجينة بتاع الرافيولي يلزمها تكون مكبوسة ومعناها وتعجنها بالقديه حتى ليلي ترطاب وتبدا يابسه مش كعجينه الخبز تمشي وتجي معاك لا تبدا تعجن وتنزل تعجن وتنزل نجيو للحشو لهنا الحشو عندي البنادق وتحط انت اللي تحب امل خاطر ما تحبش الكجبونيت وكل دونك غشيتها عملت لها البنادق وحطيت لها شو اسمه الجرانا بادانو هي تاكلو الحقيقه وحطيت عليها مغرفه ياغور طبيعي ولا كريم فريش ولا جبن ترتين اللي عندك تحب تحطه حطه والخليط يكون شايح نزيدو عليه كعب عظم العظمه هذيك باش هنا وفي نفس الوقت هي اللي باش تطيب من بعد في الماء وتخلي الخليط يكون متماسك والرافيولي اذا باش تعملوا بالعظم ماذا بيك تطيبوا في نهارتها وفما شكون يعملوا الحشوه بالجبن بركه فما شكون يعملوا الحشوه بالشامبينيون والجبن فما شكون يعملوا بالسبنيخ كل واحد حاسيلو كيفاش يحب يعمل الحشو من داخل على كيف هو هي بات مقرونه محشيه من داخل كها لهنا بعد ما رحيتهم الكل وتكون تكستور كيما قلت لكم هكاكا حطيتهم في ساشي باش من بعد ذيك نقبها ونعمل بها الرافيوليتا وتشوفوا حطيتهم في الفريجيدير يرتاحوا نصيف ساعه وبعد نبدا نخدم بهم خاطر العجينه تبدا مكبوسه في الاثناء باش نجي نعمل شربة الشعير عندي كالبصل والثوم والكلافز اللي عملناهم مع بعضنا في تحضيرات رمضان جبت طرف منهم رميته مع شويه زيت وفي الدجاج زوز في الدجاج ولهنا عندي لكم سر باش يبنن لنا الماكله نتاعنا ما غير ما نستعملوا لحم علوش عندي على الوش هذيك. كل شحم على العلوش هذاك كل ما نبدا عندي شوربه ولا حاجه فيها الدجاج باش نزيد نبننها نحط شويه ماكل الشحم هذاك هاكا السر بيني وبينكم عاد تقولوا لحد حطيت لهنا مغرفة صغيرة ولا ربع مغرفة يمكن أكل الهروس اللي عملناه مع بعضنا زيد لي بالثوم وربع مغرفة طماطم معجونة وربع مغرفة هريسة سوري نحن ما أنا عملتها في الدار زد عملتها معكم كله ديالي وحطيت عليهم طوى المي سخون اللي يغلي وحطيت الفواحة بتبيعها بالملح والتابل وكروية والفلفل الزينة وشوية كركم وعندي كل بزار متاع جريجيسي بنن اللي على الاخر هذا كرشة صغيرة في الاخر وحطيت عليهم شويه الجلبانه نحب الشر... الشربه نحب فيها الجلبانه وعملت شوربه فريك مش شعير فريك بالقمح حشين الفرق بين الفريك والشعير الشعير شعير والفريك قمح وعندي لهناك المخضور اللي بدا بداو يجمعوه مازال اخضر وي... ويحصدوه معناها اخضر بدا مازال فيه لون الخضوري وحطيت الكلافز هذيك كمان بعض عرشه كلافز تكون فرشكة تكون خير لما حالنا من زد كي خديتها جديده بقى ديما نحط في الكونجيلاتور وبعد نرميهم طول ونخليهم يتيبوا على نار هادئة طول هنا عندي الهريسه هذيك اللي عملتها معكم كيما قلت لكم جبت منها باش نحضر الخليط نتاع سلطه بلانكيت راني كل مره نعمل تاش نصورها معكم كيما عملتها انا بالضبط وهاكم معايا حطيت الهريسه على جنب طون من بعد وجيت لهنا باش نعمل عين اسبانيوريه اي شتينا عين اسبانيوريه لهنا عندي اللحم المفروم باش نفوحوه كاين ثوم فلفل احمر ملح التابل وكرويه وفلفل اكحل أكها وما كثروش في اللفاحات نتاعو باش تبدا به وفيه وحكيه يبني اللحم مفروم انا مقسمته ساشيات جبت ثلاثه ساشيات يخذهر لي برشا يا اخي نقصت منه وخاصه كعبيت مزلو ما نحاش منهم الثلج نتاعهم نقصتهم باش نطيبوا وصفه اخرى من غدوه كنا شنو ربي وهما نكملهم عين سبانيورية. هيا جيت خديت بابي كويسون وحليتهم كيما تراو مستطيلين يعني مستطيله بالطريقه هذيا وجويده شويه مش جويده برشا ومش خشينه برشا وانا ديجا صبط العظم من اول ما بديت ديما قبل ما ندخل الكوجينه ننظم روحي ونعمل حاجات اللي باش الوقت نعملهم هو من الاول وبعد نلقاهم على ظهر اليد ساهلين حطيتك العظم كيما ترى بكبجنا بعضه يعني عندي صلاط بلانكيه تستحق عظم صمت معاها ده كيف كيف ومن بعد الروليهم انا مستنسى نعمل اقل الكبر نتاع اللحم المفروم يجيني نقص اكدوره وشويه هذاك يجيني نقص معناه تتحلي في الفور المره هذيا طولت كبرت في الحله نتاعها باش تترولى مليح باش من بعد كي يطيب اللحم يعاود ينكمش وخاصه كي فيش فيه شحم هاك الشحم هذاك باش يذوب ويخرج دونك باش يصغر على الاخر معناها الحجم نتاعو اللحم تقرا وحسابنا ديما بالزيت اللفه تكون مسكره بزيد باش ما تتحلش معانا ومن بعد جينا نعمل لك القفله الاخرانيه هذيك نقرصهم بصوابعي ونسكر على اليمين وعلى اليسار ومن بعد كاين باش نعملوا السلامي نلفوه فك البابي كويسون ونسكروا عليه كيما الحلوى على اليمين وعلى اليسار وننزلوا مليح باش ما يتحلناش ونطيبوه في الفور على 200 درجه مده ساعه باهي انا حطيته في الفراير مده ساعه ودرجين في الفراير معناها 20 دقيقه و20 دقيقه ومن بعد دقيقه الاخرى نحيت له البابيي الالومنيوم ونحيت له البابيي كويسون وخليته جوست تحمر شويه معناها على الشيرتين شيرة عشرة دقائق وشيرة عشرة دقائق نجمو تعملوا نفس العملية في الفور أنا هاي الفرن سخنتها ديجا بالمسبق وحطيت فيها البودان تاعي وقعدت تطيب حت مش في الشاي حطيت شوية ماء حطيت شوية ماء باش ميش يحليش خفت بابي من يوم أول مرة نحطه في الاير فراير قلت مشيش تحرق لي ولا حاجة أو على ميتي نحط الماء كل ما يشيح الماء نرمي الماء حتى في الفور تنجمو ترميه في الطبق و درجة كما قلت لكم طول نرجع لك اللي بعد ما ارتاح نجي ناخذ الماكينة متاع ال بات ما عندكش ماكينة البات بالقلقال أما راهي كاسحة شوية هي كاسحة شوية بيه الماكينة لهنا أنا تعاركت عركة ما نحكي لكمش هي عندها الكروشيه نتاعها ليشد في الطاوله انا ما لقيتوش حطيت على المنديله باش ما تجرحليش الطاوله وقعت نمشي ندور فيها وهي ما هي كاسحه العجينه حاسيله عركه عركه او خليتها بيني وبين روحي وريتكم شويه منها <applause> وقعت ندور فيها حاسيله دور بالسيف او كنحط في النومرو اكلي تبدا محلوله على اللخر. مثلا في التسعه وبعد نمشي ونقص نقص نقص للصفر باش تجيني رهيفه هكايا وفي ساعه نحلوها خاطر كي تتطوي مع بعضها تتعاود تلصق وهوك علاش نعملوها كيس حل عجينه على خاطر من بعد كي باش تتحل راهي باش تبدا تتلصق راهي كان معناها تبدا من الاول طريه راهي من بعد باش تعذبكم وتتقطع معاكم وما تجيكمش مكبوسه بالكدي هاوك السر نتاعها عجينة المقرونه راهي و... بات الكل نجمو نعملوهم الفريش كيف في الدار انا عندي القالب نتاع الرافيولي شريته وعندي تقريبا ثلاثة سنين ولا اكثر وعمري ما استعملته اي قلت جا وقتك اليوم نستعملك ما عندكش قلب تعمل فك عرفتم القوالب نتاع الثلج نتاع الكونجيلاتور نفسها تعملهم في قوالب الثلج نتاع الكونجيلاتور ما عندكش اعملهم فوق الوحده فوق الطاوله و... واعمل كيما انا عملت بالضبط غير بركة مو بلاش قالب ومن بعد قصهم وعملتها معكم يظهر لي سنوات التالي نتفكر المهم توقعت نتبع فك القالب حطيتك البلايس نتاع الحشو هذوكم ضغطت عليهم شويه ومن بعد قصيت لجنيب، او كان حدد لك هو الحرف وكيفاش باش تقص ومن بعد نجي لهك الحشو اللي عملناه نعمل نقبه فك الشكيره هذيك ما نستحقوش لا ادوي لا حتى تحب بشويه رونق البوش ادوي ومن بعد نحط في كل حفره الحشو نتاعها ونسيت نقول لكم ان انا فوحته ملح وفلفل اكحل معناها حطيت فيه الملح وفلفل اكحل وما ما زدتش فيه حاخر هما البنادق مفوحين البنادق على خاطرهم مفوحين فما شكون يعملهم بك الجامبون في بلاصه البنادق يعمل الجامبون وانت هاوكا عينك ميزانك وشنو تتخيل الحشو يكون واعمل كيما تحب انت طبعا نجي ناخذ طبقه اخرى ونحطها فوقها نغطي بها ونفصلها كيما فصلت الوطنية ما نضغطش على الكعابر الحشو اللي حاطينه جوست على الاحراف تو نجي ننزل على الأحراف مليح باش نسكر عليهم الوسط وعلى اليمين وعلى اليسار ومن فوق ومن غادي يعني ما نهم الشيرات طول وعرض وما يسكرهم لنا هذوكم كان اكل قصة هذيك من بعد تو نقلبهم نهبطهم من القالب ومن بعد نشكلهم ونقصهم بك القطاعه هذيك ها هيكا ليزي تعطيهم شكل مزيان مشرفه ما عندكش عم عادي وزيد تسكر عليهم تسكيره واحده ما عادش الجمله ونحطوهم يشيحوا إلا طول تحب طيبهم معناها تقصهم منا ترميهم منا طيبهم على كيفك انا مزال الوقت نتاع شقال الفطر واللي تخليتهم في الطبق غاديكا او كفي منديله باش ما يلصقوش خاطر كي تحطهم في طبق راهم يلصقوا منك الطبق منديله ماذا بك منديله و... ونخليهم بعض ونرميهم ونشوفوهم مع بعض نرجعوا لك سلطه بلانكيت اللي قصينا عليه هاي سيدك سيدك قعدت نستنى في الخبز جيني الخبز في بالي باش نطيب لهم خبز وحدي بصراحه تعبت هي آيه وليت آه خديت خبز من برا قصيتك الخبز هذاك خديت كعبه باجيت وخبزه قصيتهم خشين والا جويدين كما تحبوا نتوما فما ناس يحبوا بالخبز البيت هو اصله يتعمل بالخبز البيت انا ما نحبوش نحبوا بالفرشك طول نرجع لك الهريسه خففتها بالماء حطيت لها خل وملح ونزيدوها ماذا بين تابل وكرويه نسيتو جمله ما حسيتها مش في وحاجيت وحاجات كيما مستنسى حطيت لها زيت الطن الطن هذاك اللي جبته لي ماما من تونس الماركه راني نعرفها باهيا اما ما فهمتش باه مفتفته مخلطه بالماء ماهيش بتاع العاده وحتى مطعمها كاين شريتها من من عند العرب باك عرفتوها كالحكه الصفراء هذيك اللي تتباع منها بختو حسيلو ما عجبتنيش الحقيقة برشا كيما بتاع هنا كنقولو بتاع تونس بتاع تونس وحطيت بعد ما خلطت الهريسه حطيتها هوني عملت هريسه كل حلوه علاش عملتها بتاع ده قلت لكم نعملها حلوه على خاطر امل اما الحقيقه زيد ما حسيت شكل النكهه الفيوحه نتاع الحروريه هذيك تبنى نصلط بلانكيت ناقص باش نكذبوا ناقص على الغلب هيا ميسيلش هذاك ربي والحمد لله رب العالمين طوا زينت بالطن والعظم قصيتو كل مصموط هذاك وحطيت من بعد الزيتون قصيته ديجا بالمسبق من قبل ما ندخل الكوزينه معني قبل ما نبدا نطيب نقصت ومن بعد عندي شويه جبن اي نوع جبن مثلثات مربعات انا عندي البارميزون هذايا يبدا شرائح نحب البارميزون خاطر ما نحبش الاخري ما نجمهمش و كل وقت وقته وزينت بشويه معدنوس باش تعطيها هكا شويه خضريه وحضرت سلطه بلانكيت نحطها من بعد في لوطقه نتاعها ارتاحنا ارتحنا من وصفه وصليت عملت لهنا خس وطماطم عندي ايسبرغ وبقالي من البارح شويه اكل بسبيس وسفناريا كملت خلطهم عليهم فهمت واحد الضمير يانبو باش ما حتى شيء طوا الشربة الشوربه صي طابت وكي الدجاج هبط ما شاء الله نخرج طوا اكل الدجاج والكلافس في الطبق الكلافس خليه يسيب الميم نتاعو ونرجع له نتاعو في الشوربه ولا الدجاج نفتفتو كيما شوفو وشوفو بس فرقيتها تمشي مع صي بصراحة الكوكوت الكتريك ما طيبوش فيها شربة الشعير وشربة الفريك وكل ما عجبتنيش جم في الطاتيب متاحة نتاع الشربة جملة أحسن شقالة ولا طنجرة طيب فيها الشربة هي الكوكوت ذي بصراحة تطلع حاجة أخرى مش كيف أي طنجرة وكل واحد بطبيعة كيفاش يعمل هاي فتفتهم ورجعتهم وذيك طريقة اقتصادية مش كل واحد تعطيه طرف الحم بشتيك برشا هاكا فتفت الكل مع بعض واللي يجيبهم غرفة فيها طرف الحم ولهنا توا باش نعمل الجو عندي كل اللي عملناه مع بعضنا ذاك ذاك البرتقال اللي عملناه فك الفيديو حسيت لكم رابط في صندوق الوصف وعندي فريز مكنجل وعندي كعبتين بنان قريب يوفى الاجل نتاعهم وعندي جو فيه شويه اناناس حطيت فيه نكهه الاناناس وحطيت عندي سيترونات قعد لي منه زادة شويه صبيت نكهه كنكهة والباقي مي وريحتهم الكل مع بعضهم عملت سيفت سموثي اما بنتي ما تاكلش البنان يا اخي قالت بنين تقول عليه حلوه قلت في قلبي كي تسمع فيه <applause> حسيت له تعادت الغش اما المهم كلي شربت منه بالحق بنين على الخرجي ومنعش منعش بالجديد باه توا نجيو نعملو الصوص نتاع الرافيولي اللي قريب شقا الفطر نعملها كي قريب باش طول نحطها على الطاولة هنا خديت طرف زبدة ذوبتها شوية عندي شوية بصل شايح ولا تبرش شوية بصل مش ميسالش وعمل على كيفك النكهة اللي تحب عليه انا عملت كيك بوها على اخو حكا كريم فريش ملح وفلفل أكحل وبعد خففت بالماء وحطيتلو شوية عندي استخاكون في بالي باش نحط سيبولات نلقاها فزدتلي وليت حطيت كان لي ستراغون سيبولي تتبنن على الاخر الثوم ايه المعمر هذاك وحطيت شويه جبن جرانا بادانو ولا جبن مالح ريغوتا اللي تحب تعمل زي كي العاده صوص تنجم تبرش فيها قارص برش الليمون هذاك شو اسمه القشره نتاعو الزيست وحطيت رشه مع النوس هكا حضرت الصوص نتاع رافيولي ولهنا عين السبان وريازة ده كيف كيف حضرت خليتها بردت شوي من برا باش نجم نشدها ونقصها بسكينة ماضية مش منشار مش متفتفت لنيش. ماضية رطبة ما كانش كان منشار تفتفتهم لنا وطوى باش نقدمهم وما شاء الله جيوا فوحين وابنين وبنين وهذوكم اللي يفضل منهم باش نعملوا بهم وصفة ان شاء الله غدوة ان شاء الله كان عشنا ربي هذه هي الشربة هيك حضرت حطيتها توا في السوبيير ريت الدجاج كي يبدا فتفت خير من يب... يبدا سميسم اصلا النكهه توت ياخذ النكهه نتاع الشرب وحطيت الماء يغلي بالملح حطيت فيه الملح للرافيولي وحطيته غلى شويه هو يبيض ويطلع الفوق وانا صيي نهبطو طاب ياخذ تقريب بين ثلاثة أربعة دقائق ماكس ماكس خمسة دقائق الصوص توا حطيتها في الصوصية نتاعها وعندي صوص حمراء من غاديكا بقاتلي لي نتاع اللحم على الوش طيبته انا ديجا من قبل وبقات منها خبيتها في الفريجيدير قلت لي يحب صوص حمراء يحط فوق رافيولي صوص حمراء واللي يحب صوص بيضاء يحط بيضاء وهذا الرافيولي اهو كطاب تنفخري توك باش تنفخ الوحده نتاعو الحشو معناه بالعظم خاطر طاب وتكبس وهي الباد دا كبرت وبياضت نصفيهم ونحطهم اذا بيتلكم اذا بيت باش تعاودوا تقدموه من غدوه اعملوا له صغيره نتاع دقيق خاطري شيح ونستقطرو وحطيتو زادا هو في طبق التقديم وحطيت الطاوله نتاعنا هكا هاو حضرت مكتب من ربي الشوربه والرافيولي والعين اسبانيوريه والسلطه بلانكيت اما لقات لي يما عملت نفس المنيو سلطه بلانكيت و وعيد قلت ربي ربي سبحانه يعني مع بعضهم هكا الشهوه أه جات مع بعضها خاطر تحسهم بحاجة تخفيفه كي وبنين زيادة زياده سنه هي الرافيولي وهو كيفاش من داخل حبيت نصوره لكم ونوريه لكم من داخل وعملت بعد التحليه للسهريه طبعا هبط هيك في فيديو ان شاء الله وحدها اكا وين وصفاتنا كاينه لليوم ان تجربوهم وان شاء الله يعجبوكم وفي حلقه اخرى وصفه اخرى ان شاء الله وبسلامه وبسلامه <applause>